شهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد. طه حسين، طه حسين، هكذا فقط وبدون ألقاب أو تعريف، فهو فوق اللقب وأعرف من أن يعرف. طه حسين الرجل الذي فقدته الأمة العربية، لم يكن أديبا أو مفكرا فقط، ولكنه كان علما، كان جبلا، كان قمة من القمم، والقمم لا تتكرر كثيرا. كان دنيا حافلة بالصراع، كان مناضلا نبت من قلب الشعب ولم يهدأ حتى تحققت صيحته: العلم للشعب كالنور والهواء. هو رائد عظيم لحرية الفكر ولقيم الإنسان ولتحريره من سلاسل العبودية الفكرية. عاش في نفس كل منا، وتأثر كل منا بمبادئه وأفكاره، ولم يبقى مثقف في العالم العربي لم يقرأ لطه حسين ولم يتذوق طه حسين. وراح طه حسين، ولكنه باق في عقولنا وأفكارنا، باق لأنه أحد معالم أيامنا المعاصرة. وما أحب أن نستمع إليه، إلى صوته المميز، كأنه يحفر به ملامح فوق جبين الأمة كلها. وداعا لعميد الأدب العربي، وداعا لرئيس المجمع اللغوي، وداعا للأديب القصاص، الناقد الدارس العميق المتبحر، وداعا لطه حسين. طه حسين يتحدث عن مشرق الصبا. كان هذا في سنة 1992، وكنت في 13 من عمري، وكان كل ما أعددت به نفسي للأزهر أن حفظت القرآن الكريم، وحفظت ألفية ابن مالك، وحفظت كتابا في فقه أبي حنيفة يقال له الكنز، وكتابا آخر في البلاغة يقال له التلخيص للقزويني. أما ألفية ابن مالك فكانت كما يدل اسمها ألف بيت، وأما الكنز فكان طويلا جدا وثقيلا جدا، لأنه يشتمل على جميع أبواب الفقه: العبادات أولا والمعاملات بعد ذلك. والتلخيص متوسط الطول، ولكنه كتاب كان الأزهر يعتمد عليه أشد الاعتماد في علم البلاغة، وكانت شروحه هي التي تدرس في الأزهر على أنها تصور علم علوم البلاغة، وهي المعاني والبيان والبديع. أنا فرغت من حفظ القرآن في 9، وأنفقت 10 أو جزءا منها في حفظ الألفية. كنت أحفظها في الكتاب، أحفظ الجزء منها في الكتاب، وأذهب إلى القاضي الشرعي فأقرأ عليه ما حفظت ليصححه لي. وكذلك فرغت من الألفية. ثم جاء في الإجازة الصيفية أخي الشيخ أحمد حسين غفر الله له ورحمه، وكان طالبا في الأزهر، فهو الذي أحفظني كتاب الكنز. وفي إجازة السنة التي بعدها أحفظني كتاب التلخيص. وكان غريبا جدا بالقياس إلي أن أصل إلى القاهرة
في هذه السن، ودهشت جدا عندما نزلنا في محطة مدينة القاهرة ولقيت بعض زملاء أخي ينتظرونه، ثم ركبنا عربة كارو لتصل بنا من محطة القاهرة سكة الحديد باب الحديد إلى حي من أحياء الجمالية فيه مكان يسمى حوش عطي، وفيه ربع يقال له ربع السلحدار، وكان أخي قد استأجر فيه غرفة، أو هي غرفة تشتمل على مدخل مستقل وغرفة نوم، وكان المدخل المستقل يشتمل على بعض الأمتعة، والغرفة الثانية تشتمل على مرتبة في بعض نواحيها ينام عليها أخي الكبير الشيخ أحمد، ثم فرش لي أنا لأنام بالليل لحاف أنام على نصفه وأتغطى بنصفه الآخر. ولم تكن الحياة في القاهرة في أول الأمر بالقياس إلي سهلة ولا ميسرة ولا سخية، وإنما كانت شاقة مشقة كثيرة، فقد كان المقدار الذي يرسله أبي من المال إلى أخي الشيخ أحمد حسين جنيها واحدا في الشهر، وكان يخصني منه نحو 20 قرشا في الشهر، فقد كنت أعيش على الجراية التي كان أخي يتقاضاها من الأزهر، وهي 4 أرغفة في اليوم، كنت أكل منها رغيفين، أحدهما في الصباح والآخر في المساء، وهكذا كنا نعيش في الأزهر، نفطر ونتعشى ولا نتغدى، لأننا نفطر في الضحى بعد دروس الصباح ونتعشى بعد صلاة العشاء. وكان أكثر ما يتاح لي من الأكل في تلك الأيام إنما هو أحيانا الفول المدمس، وأحيانا الطحينة بالعسل الأسود الذي كان يرسل إلينا من المدينة من مغاغة، وأحيانا بالفول النابت وهكذا. وربما أتيح لنا بين أسبوع وأسبوع أن نظفر بشيء من اللحم والخضار إذا أتيح للزملاء أخي أن يشتركوا في شراء مقدار من اللحم ويطبخوه مع البطاطس أو مع أي شيء آخر. طه حسين يتحدث عن أيامه الأولى بالأزهر. كنت أذهب صباحا من حوش عطي في الجمالية إلى الأزهر، وأعبر في هذه الطريق أشياء شوارع مائجة بالسكان ومضايق أو حارات هادئة كل الهدوء، ثم نمر بالمسجد الحسيني، ثم نمر بالطريق المؤدي إلى الموسكو، ونمضي حتى نصل إلى الأزهر. فكان أخي
يجلسني في حلقة درس الفقه صباحا، ويذهب هو إلى درس الفقه الذي كان يتلقى في سيدنا الحسين في مسجد الحسين. فإذا فرغ من درسه جاء، وقد فرغت أنا من درسي منذ زمن، فيجدني قاعدا أنتظره. ثم اشتكى لأني ثقيل عليه وأشغله عن أعماله، فأتيح للأسرة أن ترسل معي أولا ابن خالة لي ليدرس معي في الأزهر. والغريبة أن المصروف الشهري لم يزد، وكان أخي رحمه الله يستأثر بأكثره لأنه كان يحب أن لا يحرم نفسه كثيرا. وكان الأزهر في تلك الأيام غريبا كل الغرابة بالقياس إليه، فكنت أعبر صحن الأزهر عندما أصل إليه وأجلس إلى أستاذ الفقه الذي يتغنى بما يعلمنا من الفقه، وبعد الظهر نجلس إلى أستاذ آخر يتغنى بما يعلمنا من الأجرمية أو من شرح الكفراوي على الأجرمية، وهو كلام فارغ. ثم بعد السنة الأولى بدأت أدرس المنطق أيضا في المساء بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. إنما الكفراوي مثلا يبتدئ الكتاب بإعراب بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول إن بسم الله الرحمن الرحيم تعرب على 9 أوجه، فبسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم وهكذا 9 أوجه. ثم يأتي بعد ذلك الأجرمية فيعربها أولا قبل أن يفسرها ثم يفسر، وهكذا كان كلاما فارغا كله. وفي درس المنطق ابتدأت أشعر بأن في العلم شيئا جديا، ولم تكن حياة الطلبة في الأزهر سعيدة. كنا نجلس على الحصر، وكان كل واحد منا يلبس في رجله المركوب. فإذا وصل إلى الأزهر الشريف خلعه وضم إحدى النعلين إلى الأخرى وأمسكهما بيده، فإذا جلس وهو يحتفظ بمركوبه، وأنا كنت أحتفظ به بين رجلي لأني كنت أجلس متربعا وأضعه تحت ساقي مخافة أن يسرق. وقد سرق مني المركوب غير مرة، لا في الأزهر بل في مسجد مغارة، عندما كنت أذهب إلى المسجد لأصلي الظهر أو لأصلي العصر كان يسرق مني المركوب، وأقضي بقية اليوم حافيا حتى يستطيع أبي رحمه الله أن يذهب معي إلى من يبيع هذه النعال فيشتري لي مركوبا جديدا. ولم تكن الحياة سعيدة في الأزهر، فقد كنا أحيانا نضطر إلى أن نفطر في الأزهر نفسه، لأننا كنا نحضر خصوصا في السنة الثانية وما بعدها كنا نحضر درس الفقه في الصباح، ثم نحضر درسا للنحو بعد الظهر بعد في الضحى، ودرسا آخر بعد الظهر.
بعد صلاة الظهر. فكنا نفطر في الأزهر الشريف، والإفطار في الأزهر الشريف معناه أن نشتري الطعمية ونأكلها بماء مع ما يتيسر لنا من الخبز. وهكذا كانت حياتنا، كانت ضيقة أشد الضيق، وكنا نجد شيئا من السعة والرفاهية في إجازة الصيف عندما نعود إلى البيت، فكنا نأكل ما لم نكن نأكله في القاهرة من الألوان المختلفة في الطعام. وكنت أكذب على أبي رحمه الله ما وسعني الكذب عندما يسألني على الحياة التي كنت أحياها في القاهرة، فأمدح له هذه الحياة ويسألني عن الطعام فأزعم أني آكل طعاما شهيا، وأزعم أن أخي يشركني في كل شيء إلى آخر هذه الأشياء. طه حسين يتحدث عن مرحلة أخرى في دراسته. ثم انتقلنا من دراسة في مسجد الأزهر إلى الدراسة في بعض الدروس في مسجد قريب من الأزهر يقال له مسجد محمد بي أبو الذهب. وفي قبة هذا المسجد كنا نستمع لبعض دروس النحو، وكان علينا كان لنا أساتذة خير من أساتذة الكفراوي وما إليه، وكانوا يدرسون لنا كتبا أحسن من الكفراوي وشروح الأجرمية. كانوا يدرسون لنا كتبا لابن هشام، كتاب قطر الندى لابن هشام، وكتاب الشذور لابن هشام، وما إلى ذلك. وكذلك في الفقه، ما أسرع ما انتقلنا من دروس الفقه الأولية إلى دروس الفقه، لا في العبادات فقط كما كانت الحال في السنة الأولى، بل في العبادات وفي المعاملات، في الزواج والطلاق والبيع والمواريث وما إلى ذلك. وهكذا عشنا سنين، ولكن جاء شيء أحببته من أعماق نفسي أشد الحب. كنت قد بلغت 16، وكان الشيخ سيد ابن علي المرصفي يقرأ في رواق العباسي في الأزهر درسا في الأدب، في أدب اللغة العربية، وكان يقرأ كتاب الكامل للمبرد، فأحببت هذا الدرس أشد الحب. فمرة كان يقرأ لنا كتاب الكامل، ومرة يشرح لنا دروس، يشرح لنا ما في ديوان الحماسة من قصائد عربية جاهلية أو إسلامية. وأحببت هذا وزهد، وكرهت دروس الأزهر الأخرى. وكان الشيخ رحمه الله يزهدنا فيها ويبغضها إلينا، ولم يكن له حديث إلا أن يغيب شيوخ الأزهر وما يقرأه، ولكني كنت مضطرا إلى حضور هذه الدروس، فليس بد من أن نتعلم المواد التي تدرس في الأزهر. وإنما كنت أفضل درس الأدب، وحفظت كثيرا جدا من شعر الحماسة ومن الشعر الذي كان يقرأه علينا من كتاب الكامل للمبرد،
وأصبحت من أشد الناس ميلا إلى حفظ الشعر العربي، ومن أشدهم ميلا إلى حفظ النثر أيضا، وأعانني أخي في ذلك، فأعانني حتى حفظت المعلقات السبع، وأعانني حتى حفظت بعض مقامات الحريري وهي في غاية الصعوبة. طه حسين يتحدث عن إحدى أزماته بالأزهر وبدء علاقته بالجامعة. وفي أثناء ذلك عندما قضيت في الأزهر نحو 6 سنين، جاءت الجامعة المصرية، أنشأت الجامعة المصرية، وانتسبت إليها، وكرهت الأزهر أشد الكره، وخصوصا بعض ما لاقيته فيه من المصاعب، وما أكثر ما اتهمت فيه بالكفر مع الصديقين المرحومين أحمد حسن الزيات صاحب الرسالة ومحمود حسن الزناتي. كنا نتهم بالكفر ونتهم بالزندقة، وقدمنا إلى المحاكمة مرة أمام الشيخ حسونة شيخ الأزهر، فحكم بإخراجنا من الأزهر، ثم تبين أن حكمه لم يكن إلا تخويفا ولم يخرجنا منه حقيقة، وإنما أظهر ذلك لنخاف ولا نعود إلى كل هذا. وحرم على الشيخ المرصفي قراءة الأدب، وأمره أن يقرأ دروسا في النحو في كتاب المغني لابن هشام، فقرأ في كتاب المغني حتى عزل الشيخ حسون من مشيخة الأزهر، ثم عاد إلى الأدب وعدنا معه. ولكني شغلت بعد ذلك بالجامعة أشد الشغل، وكلفت بدروسها، وكانت جامعة حرة ليست حكومية في تلك الأيام، وكان يدرس لنا فيها تاريخ الإسلام وتاريخ مصر القديمة والفلسفة العربية، وكانت تدرس اللغتين، اللغة الفرنسية والإنجليزية، ولكني لم أكن أعرفهما. وانتهيت إلى أن بدأت في تعلم اللغة الفرنسية، وجعلت أحضر درس الأستاذ اللغة الفرنسية وأفهم منه بعض الشيء. ثم أنشأت الجامعة امتحانا للدكتوراه، فكنت أول من تقدم لهذا الامتحان، وقدمت له رسالة هي كتاب ذكرى أبي العلاء المعري، ونجحت فيه وأصبحت أول دكتور خرجته الجامعة المصرية. طه حسين يتحدث عن السبب الذي من أجله لم يستطع هو أن يحيا حياة أبي العلاء المعري. أولا عنها أني ذهبت إلى فرنسا، بعثتني الجامعة إلى فرنسا إلى باريس لأتم دراستي هناك، فلقيت السيدة زوجتي فأحببتها، وبعد هذا بي عن مذهب أبي العلاء الذي لم يتزوج قط، والذي يقال إنه أمر أن يكتب على قبره حين توفي: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. فكنت أود أن أعيش كما عاش أبو العلاء، أحرم على نفسي
كل ما يتصل بالحيوان من اللحم واللبن والبيض والسمك وما إلى ذلك، وأكتفي بأكل الخضر ولا أتزوج. كذلك كنت، ولكني لقيت هذه الفتاة فانحرفت بي عن هذا كله انحرافا تاما، ولست أكره هذا الانحراف، وإنما أحبه أشد الحب، لأني وجدت فيه السعادة كل السعادة والحمد لله. طه حسين يتحدث عن بداية عهده كاتبا في الصحف والمجلات. أردت أن أتقدم إلى امتحان الأزهر الشريف، ولكني مع الأسف كنت من ناحية طويل اللسان، ومن ناحية أخرى سريعا إلى الشطط في الكتابة، وكنت أكتب في الجريدة، جريدة الأحرار السوريين في ذلك الوقت، وأكتب في جريدة الحزب الوطني، كان رئيس تحريرها الشيخ عبد العزيز شويش وقال لها العلم. فكتبت فيها مرة في العلم هذه شعرا عبت فيه مشايخ الأزهر والشيخ الأكبر الشيخ سليم البشر رحمه الله. مع الأسف لا أحد أذكر منها الآن إلا بيتين اثنين: رعى الله المشايخ إذ توافوا إلى سافويا في يوم الخميس، والبيت الأخير: رئيس المسلمين خلاك ذم ألا لله درك من رئيس. وذلك أن الشيخ الأزهر ومعه جماعة من العلماء حضروا وليمة في هذا الفندق الذي ذكرته سافوي، أقامها الشيخ رشيد رضا احتفالا بمدرسة كان أنشأها وسماها مدرسة الوعظ والإرشاد، وقيل إن كؤوس الشامبانيا دارت في هذه الوليمة، وطبعا لم يذقها المشايخ، ولكنهم رأوها تدور على غيرهم من الناس فيما قيل في ذلك الوقت في الجرائد. فذممت الشيوخ لأنهم أرادوا بهذا المنكر، وكان واجبا عليهم أن ينكروا. فلما تقدمت للامتحان في الأزهر قرر الشيخ سليم أن أسقط في هذا الامتحان، وطلب رئيس اللجنة التي سأمتحن أمامها فقال له: سيأتيك فلان غدا فيجب أن يسقط. قال: وكيف يسقط إذا أدى الامتحان كما ينبغي؟ قال: لا بد من سقوطه سواء أدى تأدية حسنة أم غير حسن. قال: أما أنا فلا أستطيع إسقاط من يؤدي الامتحان كما ينبغي. قال: إذن فلا تحضر اللجنة غدا. قال: لا بأس، لا تحضر ولا أحضر، وإنما هي 30 قرشا، فنترك هذا ولا نحضر اللجنة ولا نشترك في هذا العمل. وامتحنت أمام لجنة أخرى، وأمرها الشيخ سليم بما أمر به رئيس اللجنة الثانية، وجاء الشيخ سليم نفسه أثناء الامتحان فدخل الحجرة التي كنت امتحن فيها، ثم أوصى بي خيرا وخرج، فجلس على كرسي على باب الحجرة التي كنت امتحن فيها، حتى إذا تم الدرس الأول قيل لي: اذهب فاسترح حتى تستدعى. فخرجت كما أمرت،
فوجدت الشيخ سليم جالسا على باب الحجر، فأمر أحد العلماء أن يأخذني إلى حيث أجلس وأشرب فنجالا من القهوة. وفي أثناء هذا أرسلت إلي المحفظة، ومعنى ذلك أني قد سقطت ولن أتم الامتحان. كان هذا في سنة 1992، وكنت في 13 من عمري، وكان كل ما أعددت به نفسي للأزهر أن حفظت القرآن الكريم، وحفظت ألفية ابن مالك، وحفظت كتابا في فقه أبي حنيفة يقال له الكنز، وكتابا آخر في البلاغة يقال له التلخيص للقزويني. أما ألفية ابن مالك فكانت كما يدل اسمها ألف بيت، وأما كنز الكنز فكان طويلا جدا وثقيلا جدا، لأنه يشتمل على جميع أبواب الفقه، العبادات أولا والمعاملات بعد ذلك. والتلخيص متوسط الطول، ولكنه كتاب كان الأزهر يعتمد عليه أشد الاعتماد في علم البلاغة، وكانت شروحه هي التي تدرس في الأزهر على أنها تصور علم علوم البلاغة، وهي المعاني والبيان والبديع. أنا فرغت من حفظ القرآن في 9، وأنفقت 10 أو جزءا منها في حفظ الألفية. كنت أحفظها في الكتاب، أحفظ الجزء منها في الكتاب، وأذهب إلى القاضي الشرعي فأقرأ عليه ما حفظت ليصححه لي. وكذلك فرغت من الألفية. ثم جاء في الإجازة الصيفية أخي الشيخ أحمد حسين غفر الله له ورحمه، وكان طالبا في الأزهر، فهو الذي أحفظني كتاب الكنز. وفي إجازة السنة التي بعدها أحفظني كتاب التلخيص. وكان غريبا جدا بالقياس إلي أن أصل إلى القاهرة في هذه السنة، ودهشت جدا عندما نزلنا في محطة مدينة القاهرة، ولقيت بعض زملاء أخي ينتظرونه. ثم ركبنا عربة كارو لتصل بنا من محطة القاهرة، سكة الحديد، باب الحديد، إلى حي من أحياء الجمالية فيه مكان يسمى حوش عطي، وفيه ربع يقال له ربع السلحدار، وكان أخي قد استأجر فيه غرفة، أو هي غرفة تشتمل على مدخل مستقل وغرفة نوم، وكان المدخل المستقل يشتمل على بعض الأمتعة، والغرفة الثانية تشتمل على مرتبة في بعض نواحيها ينام عليها أخي الكبير الشيخ أحمد. ثم فرش لي أنا لأنام بالليل لحاف أنام على نصفه وأتغطى بنصفه الآخر. ولم تكن الحياة في القاهرة في أول الأمر بالقياس إلي
سهلة ولا ميسرة ولا سخية، وإنما كانت شاقة مشقة كثيرة. فقد كان المقدار الذي يرسله أبي من المال إلى أخي الشيخ أحمد حسين جنيها واحدا في الشهر، وكان يخصني منه نحو 20 قرشا في الشهر. فقد كنت أعيش على الجراية التي كان أخي يتقاضاها من الأزهر، وهي 4 أرغفة في اليوم، كنت أكل منها رغيفين، أحدهما في الصباح والآخر في المساء، وهكذا كنا نعيش في الأزهر، نفطر ونتعشى ولا نتغدى، لأننا نفطر في الضحى بعد دروس الصباح ونتعشى بعد صلاة العشاء. وكان أكثر ما يتاح لي من الأكل في تلك الأيام إنما هو أحيانا الفول المدمس، وأحيانا الطحينة بالعسل الأسود الذي كان يرسل إلينا من المدينة من مغاغة، وأحيانا بالفول النابت وهكذا. وربما أتيح لنا بين أسبوع وأسبوع أن نظفر بشيء من اللحم والخضار إذا أتيح للزملاء أخي أن يشتركوا في شراء مقدار من اللحم ويطبخوه مع البطاطس أو مع أي شيء آخر. كنت أذهب صباحا من حوش عطي في الجمالية إلى الأزهر، وأعبر في هذه الطريق أشياء شوارع مائجة بالسكان ومضايق أو حارات هادئة كل الهدوء، ثم نمر بالمسجد الحسيني، ثم نمر بالطريق المؤدي إلى الموسكو، ونمضي حتى نصل إلى الأزهر. فكان أخي يجلسني في حلقة درس الفقه صباحا، ويذهب هو إلى درس الفقه الذي كان يتلقى في سيدنا الحسين في مسجد الحسين. فإذا فرغ من درسه جاء، وقد فرغت أنا من درسي منذ زمن، فاجدني قاعدا أنتظره. ثم اشتكى لأني ثقيل عليه وأشغله عن أعماله، فأتيح للأسرة أن ترسل معي أولا ابن خالة لي ليدرس معي في الأزهر. والغريبة أن المصروف الشهري لم يزد، وكان أخي رحمه الله يستأثر بأكثره لأنه كان يحب أن لا يحرم نفسه كثيرا. وكان الأزهر في تلك الأيام غريبا كل الغرابة بالقياس إليه، فكنت أعبر صحن الأزهر عندما أصل إليه وأجلس إلى أستاذ الفقه الذي يتغنى بما يعلمنا من الفقه، وبعد الظهر نجلس إلى أستاذ آخر يتغنى بما يعلمنا من الأجرمية أو من شرح الكفراوي على الأجرمية، وهو كلام فارغ.
ثم بعد السنة الأولى بدأت أدرس المنطق أيضا في المساء بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. إنما الكفراوي مثلا يبتدئ الكتاب بإعراب بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول إن بسم الله الرحمن الرحيم تعرب على 9 أوجه، فبسم الله الرحمن الرحيم وبسم الله الرحمن الرحيم وهكذا 9 أوجه. ثم يأتي بعد ذلك الأجرمية فيعربها أولا قبل أن يفسرها ثم يفسر، وهكذا كان كلاما فارغا كله. وفي درس المنطق ابتدأت أشعر بأن في العلم شيئا جديا، ولم تكن حياة الطلبة في الأزهر سعيدة. كنا نجلس على الحصص، وكان كل واحد منا يلبس في رجله المركوب، فإذا وصل إلى الأزهر الشريف قلعه وضم إحدى النعلين إلى الأخرى وأمسكهما بيده، فإذا جلس وهو يحتفظ بمركوبه، وأنا كنت أحتفظ به بين رجلي لأني كنت أجلس متربعا وأضعه تحت ساقي مخافة أن يسرق. وقد سرق مني المركوب غير مرة، لا في الأزهر بل في مسجد مغارة، عندما كنت أذهب إلى المسجد لأصلي الظهر أو لأصلي العصر كان يسرق مني المركوب، وأقضي بقية اليوم حافيا حتى يستطيع أبي رحمه الله أن يذهب معي إلى من يبيع هذه النعال فيشتري لي مركوبا جديدا. ولم تكن الحياة سعيدة في الأزهر، فقد كنا أحيانا نضطر إلى أن نفطر في الأزهر نفسه، لأننا كنا نحضر خصوصا في السنة الثانية وما بعدها كنا نحضر درس الفقه في الصباح، ثم نحضر درسا للنحو بعد الظهر بعد في الضحى، ودرسا آخر بعد الظهر بعد صلاة الظهر. فكنا نفطر في الأزهر الشريف، والإفطار في الأزهر الشريف معناه أن نشتري الطعمية ونأكلها بما ما يتيسر لنا من الخبز. وهكذا كانت حياتنا، كانت ضيقة أشد الضيقة، وكنا نجد شيئا من السعة والرفاهية في إجازة الصيف عندما نعود إلى البيت، فكنا نأكل ما لم نكن نأكله في القاهرة من الألوان المختلفة في الطعام. وكنت أكذب على أبي رحمه الله ما وسعني الكذب عندما يسألني عن الحياة التي كنت أحياها في القاهرة، فأمدح له هذه الحياة ويسألني عن الطعام فأزعم أني آكل طعاما شهيا، وأزعم أن أخي يشركني في كل شيء إلى آخر هذه الأشياء. ثم انتقلنا من دراسة في مسجد الأزهر إلى الدراسة في بعض الدروس في مسجد قريب من الأزهر يقال له مسجد محمد بي أبو الذهب، وفي قبة هذا المسجد كنا نستمع لبعض دروس النحو
وكان علينا كان لنا أساتذة خير من أساتذة الكفراوي وما إليه، وكانوا يدرسون لنا كتبا أحسن من الكفراوي وشروح الأجرمية. كانوا يدرسون لنا كتبا لابن هشام، كتاب قطر الندى لابن هشام، وكتاب الشذور لابن هشام وما إلى ذلك. وكذلك في الفقه، ما أسرع ما انتقلنا من دروس الفقه الأولية إلى دروس الفقه لا في العبادات فقط كما كانت الحال في السنة الأولى، بل في العبادات وفي المعاملات، في الزواج والطلاق والبيع والمواريث وما إلى ذلك. وهكذا عشنا سنين، ولكن جاء شيء أحببته من أعماق نفسي أشد الحب. كنت قد بلغت 16، وكان الشيخ سيد ابن علي المرصفي يقرأ في رواق العباسي في الأزهر درسا في الأدب، في أدب اللغة العربية، وكان يقرأ كتاب الكامل للمبرد، فأحببت هذا الدرس أشد الحب. فمرة كان يقرأ لنا كتاب الكامل، ومرة يشرح لنا ما في ديوان الحماسة من قصائد عربية جاهلية أو إسلامية، وأحببت هذا وكرهت دروس الأزهر الأخرى. وكان الشيخ رحمه الله يزهدنا فيها ويبغضها إلينا، ولم يكن له حديث إلا أن يعيب شيوخ الأزهر وما يقرأ. ولكني كنت مضطرا إلى حضور هذه الدروس، فليس بد من أن نتعلم المواد التي تدرس في الأزهر، وإنما كنت أفضل درس الأدب، وحفظت كثيرا جدا من شعر الحماسة ومن الشعر الذي كان يقرأه علينا من كتاب الكامل للمبرد، وأصبحت من أشد الناس ميلا إلى حفظ الشعر العربي، ومن أشدهم ميلا إلى حفظ النثر أيضا. وأعانني أخي في ذلك، فأعانني حتى حفظت المعلقات السبع، وأعانني حتى حفظت بعض مقامات الحريري وهي في غاية الصعوبة. وفي أثناء ذلك عندما قضيت في الأزهر نحو 6 سنين، جاءت الجامعة المصرية، أنشأت الجامعة المصرية، وانتسبت إليها، وكرهت الأزهر أشد الكره، وخصوصا بعض ما لاقيته فيه من المصاعب، وما أكثر ما اتهمت فيه بالكفر مع الصديقين المرحومين أحمد حسن الزيات صاحب الرسالة ومحمود حسن الزناتي. كنا نتهم بالكفر ونتهم بالزندقة، وقدمنا إلى المحاكمة مرة أمام الشيخ حسونة شيخ الأزهر، فحكم بإخراجنا من الأزهر، ثم تبين أن حكمه لم يكن إلا تخويفا ولم يخرجنا منه حقيقة، وإنما أظهر ذلك لنخاف ولا نعود إلى كل هذا. وحرم على الشيخ المرصفي قراءة الأدب،
وأمره أن يقرأ دروسا في النحو في كتاب المغني لابن هشام. فقرأ في كتاب المغني حتى عزل الشيخ حسون من مشيخة الأزهر، ثم عاد إلى الأدب وعدنا معه. ولكني شغلت بعد ذلك بالجامعة أشد الشغل، وكلفت بدروسها، وكانت جامعة حرة ليست حكومية في تلك الأيام، وكان يدرس لنا فيها تاريخ الإسلام وتاريخ مصر القديمة والفلسفة العربية، وكانت تدرس اللغتين، اللغة الفرنسية والإنجليزية، ولكني لم أكن أعرفهما. وانتهيت إلى أن بدأت في تعلم اللغة الفرنسية، وجعلت أحضر درس الأستاذ اللغة الفرنسية وأفهم منه بعض الشيء. ثم أنشأت الجامعة امتحانا للدكتوراه، فكنت أول من تقدم لهذا الامتحان، وقدمت له رسالة هي كتاب ذكرى أبي العلاء المعري، ونجحت فيه وأصبحت أول دكتور خرجته الجامعة المصرية. الحقيقة بمناسبة ذكر سيادتك فندم لأبي العلاء المعري، كنا نعرف أن سيادتك كنت تود أن تحيا هذه الحياة. لم أستطع. فما حولك عنها؟ حولني عنها أني ذهبت إلى فرنسا، بعثتني الجامعة إلى فرنسا إلى باريس لأتم دراستي هناك، فلقيت السيدة زوجتي فأحببتها، وبعد هذا بي عن مذهبها بالعلاء الذي لم يتزوج قط، والذي يقال إنه أمر أن يكتب على قبره حين توفي: هذا جناه أبي علي وما جنيت على أحد. فكنت أود أن أعيش كما عاش أبو العلاء، أحرم على نفسي كل ما يتصل بالحيوان من اللحم واللبن والبيض والسمك وما إلى ذلك، وأكتفي بأكل الخضر ولا أتزوج. كذلك كنت، ولكني لقيت هذه الفتاة فانحرفت بي عن هذا كله انحرافا تاما، ولست أكره هذا الانحراف، وإنما أحبه أشد الحب، لأني وجدت فيه السعادة كل السعادة والحمد لله دايما إن شاء لو قدر. قبل أن أتقدم إلى الدكتوراه أردت أن أتقدم إلى امتحان الأزهر الشريف، وكان لهذا التقدم للامتحان قصة في غاية اللطف. الأزهر كان يوجب على من يريد الامتحان أن يكون قد قضى فيه 12 عاما، ولم أكن قضيت فيه عندما تقدمت إلا 8 أعوام، ولكن جاءني كتاب وأنا في الأجازة، جاء لأخي كتاب من بعض زملائي يقول له: إذا أراد فطاها أن تزاد في مدته في الأزهر 4 سنين فليس عليكم إلا أن تكتبوا لي. فكتبنا إليه بالموافقة، وإذا به يرسل إلينا شهادة ممضى عليها من أستاذين في الأزهر الشريف كبيرين، أقسم بالله ما عرفتهما، ويشهدان فيها أني حضرت دروسهما
أربع سنين قبل أن أنتسب إلى الأزهر، أي عندما كان سني 9 سنين. وهذا هو الذي أتاح لي أن أتقدم للامتحان، ولكني مع الأسف كنت من ناحية طويل اللسان ومن ناحية أخرى سريعا إلى الشطط في الكتابة، وكنت أكتب في الجريدة، جريدة الأحرار السوريين في ذلك الوقت، وأكتب في جريدة الحزب الوطني، كان رئيس تحريرها الشيخ عبد العزيز الشويش وقال لها العلم، فكتبت فيها مرة في العلم هذه شعرا عبت فيه مشايخ الأزهر والشيخ الأكبر الشيخ سليم البشر رحمه الله. مع الأسف لا أحد أذكر منها الآن إلا بيتين اثنين: رعى الله المشايخ إذ توافوا إلى سافويا في يوم الخميس، والبيت الأخير: رئيس المسلمين خلاك ذم ألا لله درك من رئيسي. وذلك أن الشيخ الأزهر ومعه جماعة من العلماء حضروا وليمة في هذا الفندق الذي ذكرته سافوي، أقامها الشيخ رشيد رضا احتفالا بمدرسة كان أنشأها وسماها مدرسة الوعظ والإرشاد، وقيل إن كؤوس الشامبانيا دارت في هذه الوليمة، وطبعا لم يذقها المشايخ ولكنهم رأوها تدور على غيرهم من الناس فيما قيل في ذلك الوقت في الجرائد، فذممت الشيوخ لأنهم أرادوا بهذا المنكر وكان واجبا عليهم أن ينكروا. فلما تقدمت للامتحان في الأزهر قرر الشيخ سليم أن أسقط في هذا الامتحان، وطلب رئيس اللجنة التي سأمتحن أمامها فقال له: سيأتيك فلان غدا فيجب أن يسقط. قال: وكيف أسقط إذا أدى الامتحان كما ينبغي؟ قال: لا بد من سقوطه سواء أدى تأدية حسنة أم غير حسن. قال: أما أنا فلا أستطيع إسقاط من يؤدي الامتحان كما ينبغي. قال: إذن فلا تحضر اللجنة غدا. قال: لا بأس، لا تحضر ولا أحضر، وإنما هي 30 قرشا فنترك هذا ولا نحضر اللجنة ولا نشترك في هذا العمل. وامتحنت أمام لجنات أخرى، وأمرها الشيخ سليم بما أمر به رئيس اللجنة الثانية، وجاء الشيخ سليم نفسه أثناء الامتحان فدخل الحجرة التي كنت امتحن فيها ثم أوصى بي خيرا وخرج، فجلس على كرسي على باب الحجرة التي كنت امتحن فيها حتى إذا تم الدرس الأول قيل لي: اذهب فاسترح حتى تستدعى. فخرجت كما أمرت فوجدت الشيخ سليم جالسا على باب الحجر، فأمر أحد العلماء أن يأخذني إلى حيث أجلس وأشرب فنجالا من القهوة، وفي أثناء هذا أرسلت إلي المحفظة، ومعنى ذلك أني قد سقطت ولن أتم الامتحان. فأنا أختلف إلى الجامعة في المساء وأذهب مع صاحبي إلى دار الكتب في النهار،
وأخي قد انتظم في مدرسة القضاء الشرعي التي أنشأت في تلك الأيام، وانتقلنا من غرفة واحدة في حوش عطي إلى شقة في درب الجماميز طويلة عريضة فيها غرف مختلفة، وأصبحت لي غرفة منفردة، وأتيح لي سرير أرسل إلي من البلدة، ولم أعد أنام على الأرض ولا هكذا. تحسنت الأحوال شيئا، ولكنها كانت على كل حال متواضعة. في تلك الأيام وأنا طالب في الأزهر وفي الجامعة عرفت لطفي السيد رحمه الله، وكنت أكتب في الجريدة كثيرا، وكنت أكتب في مصر الفتاة، وأكتب في جريدة العلم أو الجرائد الحزب الوطني، أكتب شعرا وأكتب نثرا، وكان ينشر في كل هذه الصحف بكل رضا وبكل سرور. وحاول لطفي السيد رحمه الله أن يجعل لي مرتبا في آخر الشهر، فغضبت وقلت له لست كاتبا مأجورا، فضحك وقال هل أنا إلا كاتب مأجور يا بني. فلم أرضى على كل حال، أراد أن يعطيني 7 جنيهات في الشهر فرفضت، وآثرت أن أكتب بلا شيء. وكذلك قضيت هذه المدة قبل سفري إلى أوروبا سعيدا في الأزهر بدروس الأدب، شقيا بدروس الفقه والأصول والبلاغة والنحو، وسعيدا بلقاء الشيخ سيد المرصفي، وشقيا بلقاء الشيوخ الآخرين الذين كانوا يشتمون وكانوا يضربون ويضربون بالمراكيب وبالبلغ وهكذا. ولم يكن في الأزهر شيء يستحب في تلك الأيام إلا هذا الدرس الأدبي الذي انتهى الأمر إلى إلغائه في الأزهر. الأزهر هو أحسن مكان أنشئ في القاهرة لحفظ اللغة العربية وحفظ العلوم الدينية وللعلوم الأخرى أيضا، علوم الدنيا كالفلسفة والحساب وما إلى ذلك. فقد كان الأزهر في حياته الطويلة بعد انتهاء العصر الفاطمي، لأنه أثناء العصر الفاطمي كان يدرس فيه مذهب الشيعة، فبعد انتهاء العصر الفاطمي ومجيء الأيوبيين ثم المماليك كان الأزهر معهدا من أرقى المعاهد التي عرفها العالم الإسلامي، وهو أقدم جامعة في العالم. كانت تدرس فيه العلوم المختلفة، الحساب والطب والفلسفة وما إلى ذلك، تدرس فيه أيضا علوم الدين وعلوم اللغة العربية دراسة ممتازة عميقة، لا كما شهدنا دراسة الأزهر في العصر المتأخر الذي عرفنا فيه الأزهر. فقد انحط الأزهر انحطاطا شنيعا جدا في العصر العثماني
وأهمل إهمالا شديدا وانحصر ما يدرس فيه في العلوم الدينية والنحو والصرف والبلاغة، وأهمل فيه درس الأدب، بل كان فيه درس الأدب يوشك أن يكون محرما، حتى جاء الشيخ محمد عبده رحمه الله فحاول أن يعيد للأزهر شيئا من تاريخه القديم، فأدخل فيه دروس الأدب، وأعاد فيه دروس الحساب، وأعاد فيه دروس الجغرافيا، واضطر الأزهر إلى أن يدعو أساتذة غير أزهريين ليدرسوا فيه هذه العلوم لطلبته، إلا المبادئ الأولى في الحساب. وأذكر أني حضرت دروس الحساب وقتا ما على شيخ من شيوخ الأزهر كان يقال له الشيخ إبراهيم بصيلة، وكان الشيخ إبراهيم بصيلة قبل أن يقرأ لنا الحساب أو يدرس لنا الحساب حريصا على أن يسلك الطريق الأزهرية فيعلمنا مبادئ علم الحساب، أو ما هو علم الحساب وما فائدة علم الحساب وهكذا. وهناك أبيات في الأزهر أولها لا أذكر إلا أولها: إن مبادئ كل فن، كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة. وكان في الجغرافيا وجد من يدرس لنا الجغرافيا في أولها شيخا أزهريا رحمه الله، كان ظريفا وكان كريما جدا، وهو الشيخ عبد الله دراز، قرأ لنا دروس الجغرافيا في أوائلها، ثم دعي أستاذ في السنة الأولى والثالثة ليدرس لنا الجغرافيا أوسع مما درسها الشيخ عبد الله دراز. وكل هذا كان بفضل الشيخ محمد، ولكنه انتهى إلى الإهمال أيضا، ولست أدري إلى ماذا صارت الحال الآن. وإن كان الأزهر قد أصبحت فيه جامعة، ولكن نفس الجامع الأزهر ماذا يدرس فيه الآن لا أدري. طب يا فندم، يا ترى سيادتك بتتصور ما هو الواجب على الأزهر الآن أن يقوم به مع بداية الألف عام الثانية من حياة القاهرة؟ أولا أن يعود بدراسة الدين واللغة إلى الطريقة الأولى، فلا يدرس كتبا بعينها، ولا يهتم بألفاظ الكتب، وإنما يهتم بالمعاني في النحو وفي الصرف وفي البلاغة وفي الفقه وفي كل العلوم الموروثة. وثانيا أن يكون التعليم الابتدائي فيه والتعليم الثانوي على نظام التعليم الحكومي، حتى تكون عقلية الناس واحدة في الشعب، فلا يكون هناك عقلان: عقل أزهري وعقل مدني. وبعد الشهادة الثانوية يتخصص الطلاب في الدين أو في اللغة إن أرادوا، أو يذهبون إلى أي معهد من المعاهد أو كلية من الكليات، سواء في الجامعة الأزهرية أو في أي جامعة أخرى غير الأزهر.
هذا كل ما أتمناه للأزهر، وأرجو أن تعان الدولة على تحقيق هذا. كان هناك المبادئ الأشياء الأدبية. أولا كان هناك جيلان، جيل الشعراء الذين كانوا شيوخا أو قريبا من الشيوخ كحافظ رحمه الله وشوقي، والكتاب الشبان العقاد والمازني وعبد الرحمن شكري ومن إليهم، وأضيف نفسي إليهم أيضا. فكان أهم شؤوننا أن نعيب شعراءنا وأن ننقدهم في كل ما يقولون، وأن نطلب إليهم التجديد في الشعر وأن لا يقلدوا القدماء. وكانت ألسنتنا طوالا، وكانت لغات مقالاتنا حادة. وأذكر أني مرة كنت جالسا في بيتي بعد زمن، بعد أن رجعت من أوروبا، وإذا بحافظ إبراهيم رحمه الله يأتي زائرا ومعه اثنان من زملاء من أصحابه، وينبئني بأنه أنشأ قصيدة ولا يريد أن تنشر ولا أن تلقى قبل أن ينشدها أمامي أولا، وموضوعها إعادة الدستور. كان نسيم باشا رحمه الله قد أعاد الدستور القديم. فلما أنشد القصيدة قلت له إنها قصيدة حسنة، فالتفت إلى صاحبيه وقال اشهد عليه. وكنت شديد النقد للمرحوم أحمد شوقي، وكان يضيق بي أشد الضيق ويقول أحل محمد حسين هيكل رحمه الله وكان رئيس تحرير السياسة، يقول له يا أخي قل لصاحبك هذا إنه مهما فعل فلن يستطيع أن يهدمني، فلا يعرض نفسه لهذا العناء ولا يتكلف هذه المشقة. ولم أكن أحفل. وأذكر مرة أن شوقي أنشأ قصيدة في مدح مصطفى كمال، وأولها الله أكبر هذا أعجب العجب يا خالد الترك جدد خالد العرب. فنقدته بعد نشر هذه القصيدة وقلت إنه ليس إلا مقلدا لأبي تمام في قصيدته التي مدح بها المعتصم السيف أصدق إنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. وأراد الله بعد وفاة شوقي أن تكون بيني وبين أسرته مصاهرة، فهذه حفيدة شوقي تزوجها مؤنس ابني، ولو كان شوقي حيا لما مانع في ذلك أشد الممانعة. ما أعرف أن مدينة بعد بغداد العباسية قامت بالحضارة، بإحياء الحضارة وتعميمها ونشرها كالقاهرة، وما أعرف أن مدينة حفظت تراث العرب والإسلام كما حفظته القاهرة إلى الآن. وهذا أهم ما وعملته القاهرة عندي، فهي كانت عاصمة الحضارة الإسلامية، وقد شهد بذلك ابن خلدون في مقدمته،
سجله فيها وقال إن القاهرة هي أهم مدينة إسلامية، وهذا ليس فيه شك، فدور القاهرة في الحياة الإسلامية والحياة العربية العامة من أهم الأدوار، وهي على كل حال حافظت ما لم تستطع بغداد أن تحفظه، وإن كانت بغداد قد سبقت إلى نشاط في الإلشاء العلم والأدب وما إلى ذلك، ولكن القاهرة حفظت ذلك كله بعد أن عجزت عنه مدينة بغداد التي خربها المغول ومن إليه. سهرة مفتوحة يقدمها طاهر أبو زيد.